جايين زلفة وفارس. ايه لازم يكونوا صاروا هون؟ هلا زلفة بتعلمني. ما بدك انا اعلمك؟ بصراحة بستحي بتلبك لما انت بتعلمني. ليه؟ مش معودة انه يلمسني رجال. وشرحتوا لي لزلفة علميني انت سباحة لانه بستحي اذا جوزي لمسني؟ فارس بيعرف حقيقة زواجنا، ما بتعتقد انه خبرها لزلفة؟ اكيد لا، لانه بيعرف انه هيدا موضوع سري. ما زال سري، ليه خبرته؟ لانه ما قدرت اخذ قرار لوحدي بهذا الموضوع، خفت كون عم بغلط اذا وافقت عليه، حبيت اخذ رايه وراي فريد. هني نصحوك تقبل؟ هني وريم. ندمان؟ لما بشوف ريم كيف رجعت حيويتها ورجع لها فرح الحياه بقول لا. بس على الصعيد الشخصي كنت بفضل كون يا حر يا مرتبط رسميا. كنت مرتبط بناديا رسميا وهيدا ما منعك تخونة. انا ما خنت لناديا الا اخر سنه، مع انه كان لها 3 سنين ما في علاقه بيناتنا، بنصيحه من اطباء خوفا على صحتها. بس خيانتك لها قتلتها. عملت المستحيل تعالجها فرحها. عالجتها جسديا وحطمتها نفسيا. هيدا تحليلك الشخصي انت فرح. هيدي الحقيقه. انت ما فيك تشوفينا رايقين، صرت عم بحس انها مقصوده تتخبي شعورك الحقيقي. ما فهمت شو بتقصد. حلليها على ذوقك، ما زال بتحبي التحليل هالقد. بونجور زلفة. ليه الأمير منرفز هالقد؟ تخنقتوا؟ شوي. لولو روقوا على بعضكم، جايين نتسلى ونقضي وقت حلو، ما تتوتروا. شو بعمله إذا الحقيقة بتستفزه؟ بتجي تعلميني سباحة؟ شو؟ صرت أعرف وشي على ظهري، أنت بدك تعلميني إصبع وبطني. قومي.